عمين رح نتعرف اليوم وشو طبخين اليوم؟ جون بربور صديق عزيز، كتير مطاعم لبنانية هون وبالعالم عند التوتش تبعه، عند اللقمة تبعه، وبعدنا اليوم ببرم على زيت المطاعم وبحب كتير أكله. هو بقرر إذا بده يخبركن عنه أو لا. كونسلتنت كتير كبير تعرفت عليه بأم جورج بلبنان، بأكل بيت غير شكل. يمكن بعدنا بالكلينيك بين كل patient to patient، ساعة 12 الظهر قول أوكي اليوم رح نطلب. كانوا ينزل يجوا من تحت من جديد جلدي بالهن يطلعوا all the way للمتن على مزرعة يشوع، كانوا مصد كتير بالأكل. فاست فورورد جون بربور صار بالامارات، عمل كونسلتنسي، ركب كونسبتس لكثير ناس وصار وقت يعمل كونسبت تبعه. نحن اليوم بالمطبخ تيخبرنا عنه، عن طبخه، عن اكلاته، ناكل اكل لبناني تقليدي بيتي محت. جون بربور بلشت القصه بلبنان بكونسبت بلبنان، صح؟ بلشت القصه بلبنان بمطعم كوزين ام جورج. نحن بلشنا از دليفري كونسبت، بعدنا كبرنا ورجعنا عم نكفي ستوري. نحن اليوم بدبي، الفكرة من ماما شاف هي مش بس الريسيبيز اللبنانية، هو أكل الأم، هو الأم شو بتطبخ ببيتها. يعني اليوم الأميات مش بس بتلتزم بأكلاتها اللبنانية، يعني أنا مام بتطبخ لازان بالبيت نهار الأحد، بتعمل تشيكين كاري معكروني بحليب. سو الفكرة من ماما شاف إنه يكون في عنا أكتر عدد ممكن من الطبخات اللبنانية والشرق الأوسط كله سوا. من بعد ما برمت وعطيت كونسلتنسي واشتغلت وركبت منيوز كتير مطاعم، عم بتسائب عم برجع اشوفهم وروح لعندهم وبعضهم الاكل كتير طيب، بس بأكد لك انه ربيت ستاف رائع. قرر جان يرجع هو على المطبخ يعمل براند تبعه يلي هي بتفوت على القلب. خلينا نسميه مزبوط اكل البيت، بس هو نوستالجيك فود، كومفورت فود، هو اكل القلب. هو الفكرة هو أكل قلب أمي قبل كل شيء. أوكي. أنا الطبخ تعلمته بالبيت عند الماما، والفكرة اليوم أنا بدبي ليه قررت أرجع أفتح شيء خاصه فيي أنا لقلبي ماما شاف، لأنه بدي فوت على كل بيت وخلي كل حدا، كل أم، كل بنت، كل عائلة موجودة بالإمارات تقدر تدوق أكل بيوتنا، أكل بيتنا، أكل الأم، أكل مضيف ما فيه هالدهن وهال it's not heavy food. هو اكل نظيف، اتس فيري كلين فود. وهيدي هي الفكره، يعني هي الفكره انه اكثر شيء انه اقدر اعمل شيء، لانه كل العالم عم تسالني انه جان ليه ما عندك شيء لك؟ عندي هون وهون وهون وهون، بس الفكره ماما شاف انه هيدا انا، هيدا اكلي، هيدا اكل امي، هيدا اكل بيتنا، هيدا اكل كل حدا عم بيشتغل معي بالتيم، حتى الشباب اللي بيشتغلوا معنا بالتيم هن اكل امياتهم. يعني اليوم بيجي بسال حيال لحدا من الشباب اردنيه فلسطينيه لبنانيه، امك شو اشطر شيء؟ جيب الروسات تبعه وتعال نطبقها سوا. هيدا هو الفكره من ماما. الكونسبت دليفري بس، الكونسبت هو دليفري بس. وهلا نحن بمرحله وير ستادينج ان الله اراد نقدر نفتح داين ان بالامارات. ايوه اجت مع لك مفاجاه، اجت مع انه بخبره ما بخبره، بخبره ما بخبرهم. الكونسبت كيف بلش؟ كم طبخه؟ كيف سيستم؟ كم طبخه كل يوم بيتغيروا هن زيتهم؟ الكونسبت هو عباره عن 19 طبخه فيكس. نحن عنا 19 طبخة كل يوم فيكس، وبنعمل كل يوم طبختين من نهار التنين لنهار الجمعة سبيشل طبخات. يعني نهار التنين في عنا دجاج وبطاطا مغربية، نهار الثلاثة بنعمل ملوخية ومحاشي، نهار الأربعاء بنعمل مجدرة وسمكة حرة، الخميس بنعمل استروغانوف، الجمعة بنعمل اللي هو اليوم بنعمل منسف وسيادية، تنقدر قد ما فينا نضلنا عم نشكل. يعني بحوالي 29 طبخة عنا نحن موجودين بماما شاف. نعم اخوات. ingredients، quality of ingredients، كواليتي اوف انجريدينتس. قبل كل شيء بستعمل، خليني اكون سوبر صريح، بستعمل لتسيل لبن اللبناني، اللبنه اللبنانيه قد ما فينا، لانه هاو بتفرقوا معنا، لانه نحن اليوم باللبنيه بدك هالحموضه اللي انت بدك اياها، او بدك تضطر تشتغل باللوكال براندات اللي موجوده، انت ترجع تعمل يور اون ريسيبي، تزيد الحامض، تزيد الملح وكذا وهيك. قد ما فينا بنستعمل فيري هيلثي، فيري اورجانيك، قليل زبده، قليل زيت، قد ما في بقدر اكون كلين. يعني اكل ماما شاف كل الاكل عليه الخير والبركه بالبلد هون، بس اكل ما منشاف هو اكل قليل زبده، قليل زيت، قد ما فينا يكون فيري كومفورت فود، لنقدر الصغير والكبير يقدر ياكل من ما منشاف. اليوم طبخين عندنا سبيشال اوف ذا داي اللي هو المنسف والسياديه، وبنفس الوقت نحن اليوم موجودين بسنترال كيتشن اوف ما منشاف. نحن اليوم بالمبدا عندنا الشيف رح يحرك شوي صغيره، خليكم معنا طول بالك شوي صغيره. سو نحن اليوم بالمبدا صار عندنا فرعين، نحن موجودين ببزنس بي تنقدر نغطي بزنس بي والداون تاون اريا كلها هونيك، موجودين بشارع حصه لنقدر نغطي مارينا، جي ال تي، جي بي سي، موتور سيتي، ستوديو سيتي، سبورت سيتي، ونحن اليوم موجودين بالسنترال كيتشن، بنحضر كل اكلاتنا من هون، بيطلعوا على قلب الفروعه individual. الفرق بين ماما شاف وغير طبخات، نحن ما بنطبخ طبخاتنا ونبعتها كامله،
بتنطبخ الطبخه بتتحضر بقلب الفرع تنعمل على مينوت. طب من الاخر من الاخر هلا امك دقت الاكلات؟ ما بعد ما اجت على دبي. بس الفكره انه صدقني انتوني بعدني لهلا في كتير اشي قديه صار لي طبخها برجع بتلفلها لأم جورج وبرجع بسألها بلا تخلي كل عدس تبع المجدرة انت بتسلقيه قبل ما بعدني هاو الديتيلز وهي تقبرني بتجاوبني اياهم بهالطريقة عن جد السبيسيفيك انه ليك تقبرني حط هاي هيك وكذا ليك والله يعني بعدني بترجم هذا. بس خليني اقول لك شغلي شاف از ذا شاف اللي هو اذا بدك قد ما فيه يقدر تو مانج هالمطبخ ويعمل يكون كريتيفيتي وكل هالقدر ذا بيست شاف ان ذا وورلد از ذا مام ذس از فور مي هيدا على طول بقولها ذا بيست شاف بكل العالم هي الام هي اهم شيف بكل العالم هيدا رايي هذا رايي انا ومن الا للمام تبع جان اللي خليكوا على ويك واللي طول بعمري ثانك يو سو ماتش. So basically من بعد ما عملنا مامان شاف اللي هو سينجل ديش طورنا مامان شاف صار في عنا هالباكجينج المهضوم بتجي طبخة لأربع أشخاص طبخة لثمان أشخاص هذا سينجل؟ هيدا لأربع أشخاص اوكي تقول هيدا بيجي الصوص تبع رز على الدجاج يعني أوكي. جينا طلبنا رز على الدجاج بيجي الرز مع الدجاج تبع هون وبيجي تنقول السلاد إذا أنت بدك إياه مع سلاد أو أوكي. بدك إياها مع صوص تيجي on the side إذا أنت طلبت داود باشا بيجي الرز هون والداود باشا هون so كل الطبخات الموجودة بيما منشاف هي بتنطلب أربع أشخاص وثمان أشخاص إذا أنت بدك تطلبها لأربعة تطلبها لأربعة بدك تطلبها لثمانية تطلبها لثمانية يعني Sunday lunch غدا عائلي نهار الأحد 100% صاروا هيدول صاروا جاهزين بلس عملنا شيء اسمه البيراميدز تبع مامان شاف كمان رح بفرجيك اياه بحب خبرك كل هدول التفاصيل عملنا هذا البيراميد. البيراميد هو عباره عن ثلاث طوابق بيجي اول طابق بيجي فيه حمص متبل محمره ورق عنب تبوله فتوش كولد ميزا وبيراميد ثاني بيجي كل شيء اسمه بيستريز معجنات كبرات جبنه زعتر جبنه كل هدول الاشياء كمان بيراميد يعني بيسكلي انت اللي بدك تعمله بتطلب طبختك مامان شاف أربعة لثمان أشخاص بتطلب البيراميد بتكون خالص الخبرية حتى ما بتجلي بالآخر بتكون مطمئن خليها على شاب جان بتكمل لك أنا جاهز دوق كتير محمس حبيت presentation حبيت كتير presentation لبن على جنب الرز على جنب الكبة على جنب وأنت بتخلطهم الرز قبل اللبن أو اللبن قبل الرز هلا بشوف كيف شيف جان بياكل وبعمل مثله. نحن بالمطبخ بس هي معمولة كمان delivery at home سو مثل ما تقولوا وين المطعم نحن ما في مطعم نحن بالمطبخ ودغري لعندكم على البيت. كتير حبيت presentation سوبر حبيت presentation هيك بتجي لعندكم رز لفوق شوية قرشة لو زيت بالنص الكبة على جنب وبالآخر اللبن على الطرف انت بتاخد قرار اذا بدك تحط اللبن فوقه او هيدي تكبه بقلب اللبنات مثل ما انت بتحب. الكبة individual portion مبينه هون اكتر one portion مش معقول تكون ولا صغيرة ولا كبيرة ومش صينية كبيرة مقصصة منا شقف بقلبها في عنا اللحمة وقلوبات من فوق بصل لإلكن واللحمة من تحت شيش برك قديش لذيذ شكله مثل سمبوسك الصغار محمصين على الاطراف مزبوط محشية لحمة منيح بتشوفوا the quality of ingredients الرز مع شوية شعيرية اللي موجودة هون وكل اوردر بيجي معه خضرة لبن او خيار بلبن وبعدين كل التفاصيل. كيف تاكل شيف؟ هاي مع هاي وهاي على هاي؟ yeah. so, خليت على طول الكبة انا برا والشيش برا حتى نخلي هيدي القرشة. انا الطريقة اللي باكل فيها انا بشيل الرز هيك حط بقلب الصحن حط الكبة معه كيف عملت لك يوم لبن غير شكر كبة حبة وأخطى حتى في لوز بقلبها لحمة مفرومة رزات مفلفلين لبن مطبوخ
ولا بطل الزلمه سوبر طيبين، الرزات مزبوطين، اللوزات ما بيعلكوا، اللبن مزبوط، الكبه مزبوط، نوعيه اللحمه مزبوطه، الكبه من برا مزبوطه. This is so good. This is so so good. الطبخه بعد المدرسه كنا ناكل كبه ولبن يمكن 3 او 4. كانت امي تركب البروجرام سكادجول 2 3 4 ونطوا نهار الجمعه ونهار السبت كمان ناكل برجر لبنيز برجر مو هيك فجله كومفورت فود. اوه تشيرز تو ذات. انا اطيب اكله عندي انا بس انزل على لبنان اول اكله بتعمليها يا ام جورج هي البطاطا سوفلي. سو بهالطراوه يلي هي بتتقدم خلينا نستعمل هذا الصحن. بس سمعت كبة بطاطا؟ صح هي كبة بطاطا احنا شوي شفيه بنعطيها هيك انه بطاطا سوفليه وكذا لحظة يعني ماش بوتيتو من فوق فيت على الفرن شوية هيك تحميصة من فوق 100% لحمة مفرومة ناعم صغير بحط لك سلاد كمان رائعة طريقة البيت انتوني سو اكل البيت على طول اكل البيت هذه هي هيلثي فود يس معقول سوبر جود اكل لبناني معمول كمان تكر هيك سقع سخن سلطه مع الاكل تحطهم كلهم مع بعضهم مثل ما شايفين ناس مريض بتقلي معقول تحط حمص وين ما كان ما هو الاكل اللبناني هيك بدك تحطه هيك تخلطهم مع بعضهم ميكس اند ماتش اوف بيوتيفول انجريدينتس. خلينا نقول اخر شيء اخر شيء هيدي ناطرها من اول ما بيعملها انا كيف باكل باكل هيك انا باكل هيك بحب كلهم اخلطهم مع بعضهم كلهم ما تنسي الحمصات اللي انت معود عليهم اكيد بقصقصهم هيك شقف صغار بخلي اللبن يغطي الكبه مزبوط وبعدين اخذهم هيك هيك ما بقى تشوفها للكبه اخ يا ستي الله يرحمك يا ريت كان في سوشيال ميديا على ايامك رجعتني سنين وسنين لورا توب 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 كواليتي سوبر توب كواليتي. اذا انتو عايشين بدبي بتعرفوا وين تو اوردر وايل اي انجوي ات.